نحن نعتقد يمكن لنا أن ننطلق من قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للتغيير. قضية الإمام الحسين فيها قوة هائلة في التغيير. رجل أموي عاش في ظل الأمويين، ركن من أركان الحكومة الأموية، عندما يحتك بقضية الإمام الحسين صلوات الله عليه وإذا به يتحول. الحر ما كان أمويا، غيرته هذه القضية. إحنا إذا تمكنا أن نوصل قضية الإمام الحسين حتى إلى الأمويين، هؤلاء الأمويين بإمكاننا أن نقلبهم إلى علويين. قضية الإمام الحسين قضية قوية وهائلة وعجيبة في التأثير. زهير ما كان عثمانياً، زهير كان عثماني، كان ضد أمير المؤمنين، ولكن لقاء له مع الإمام الحسين غير هذا الرجل العثماني إلى ولي من أولياء الله. وأنا وأنتم عندما تذهبون أمام مرقد هذا الرجل الذي كان عثمانيا نقول له بأبي أنت وأمي. وهب ما كان مسيحيا، وهب مسيحي، ولكنه احتك بالإمام الحسين صلوات الله عليه وإذا به يتحول إلى إني لا أجد أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. هذه قدرة قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه.